التريقة. التريقة. أنا بستغرب جدا جدا الحقيقة من الناس اللي بتقعد تتريق على النادي الأهلي. الناس اللي بتقعد تتكلم على النادي الأهلي بشكل سلبي على كل مواقع التواصل الاجتماعي، أو طبعا زي ما حضراتكم عارفين ليسوا مشجعي النادي الأهلي، والناس اللي كاتبة إن هي بتقول إن هي مش هتشجع النادي الأهلي تاني والكلام ده كله. الحقيقة أنا قعدت أفكر، هي الناس دي بتفكر إزاي؟ أو الناس دي بتتكلم في كده إزاي؟ بتقول ان هي مثلا حد بيقول ان هو مش هيشجع النادي الاهلي تاني مثلا يعني، او حد بيقول او في كده موجه من التريقه على النادي الاهلي. قعدت فكرت كده قلت الله، ده احنا لو هنا في النادي الاهلي قفلنا النادي الاهلي 5 سنين، لا خليهم 10 سنين. لو قفلنا النادي الاهلي 10 سنين وبعدين رحنا نمنا في ال10 سنين دول ورجعنا تاني، هيبقى النادي الاكثر تتويجا، الاكثر بطولات، الاكثر كل حاجه. لو احنا قفلنا النادي كده 5 سنين او 10 سنين، النادي الاهلي برضه هيرجع بعد 10 سنين. بعد 10 سنين هننام فيهم، هننام نمنا كده ونتغطى. بعد 10 سنين هنبقى الاكثر بطولات والاكثر تتويجا والاكثر في كل حاجه والافضل في كل حاجه.